الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نشرح في كتاب التوحيد لمين؟ للشيخ مين؟ للشيخ محمد بن عبد الله. للشيخ محمد بن عبد الله. وقلنا أن موضوع الكتاب توحيد الألوهية. وما معنى توحيد الألوهية؟ افراد الله بالعباد، والعباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الافعال والصفات والاقوال الظاهره والباطنه. وصلنا الى قول الامام محمد بن عبد الوهاب: باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت. الايه انك لا تهدي من ايه؟ من احببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قولنا وفي الصحيح، ما المقصود بالصحيح هنا؟ اللي عارف يرفعه. البخاري. صحيح البخاري. اللي عارف يرفعه. صحيح الايه؟ البخاري. عن ابن المسيب. من هو ابن المسيب هنا؟ المقصود هنا ابن المسيب مين؟ سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب دي كان ايه؟ كان تابعي كان من التابعين. كان من مين؟ التابعين. عن ابيه، ابيه المسيب كان ايه؟ صحابي. ايه الفرق بين الصحابي والتابعي وتابع التابعين؟ ايه هو؟ من هو الصحابي؟ الصحابي من لقى الرسول على الاسلام. ومات على الاسلام. لابد يكون لقي الرسول وآمن به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك حتى لو ارتد في الوسط كده ثم رجع الإسلام يسمى إيه؟ صحابي. طب من هو التابعي؟ هو من تبع الصحابي، هو من لقي الصحابة وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات مسلما. ومات إيه؟ مسلما. طيب من هو تابع التابعين؟ هو الذي لقي التابعي وآمن به. وآمن بالتابعي وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان مسلم ولقي التابعي ومات على ذلك يسمى تابعي التابعين. يبقى احنا عندنا صحابي هو من لقي الرسول وآمن به ومات على ذلك، وإن ايه تخلل ذلك ايه رد. التابعي هو من لقي مين؟ الصحابي وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. تابعي التابعين ومن لقي التابعي شاف التابعين يعني، ولكنه لم يرى الصحابة وآمن بالرسول، كان آمن بالرسول وكان رجل كويس وكان على السنة وكان على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد يا أولاد يكون على هدي الرسول، لابد يكون مهتدي بهدي الرسول. ما ممكن يلقى الصحابة ويبقى من أهل البدع ومسلم، مسلم لكنه من أهل البدع، يبقى اسمه تابعي. لابد يكون على السنة، لابد يكون على الايه؟ السنة. لأن الصحابي والتابعي وتابعي التابعين على هدي مين؟ على هدي مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. خلاص يا أولاد؟ طيب، عن أبيه اللي هو الصحابي قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الرسول إلى أبو طالب، إلى أبي طالب عند الوفاة، و
وجد الرسول صلى الله عليه وسلم عنده رجلين من أهل الكفر، من هما؟ عبد الله بن أمية وأبو جهل. عبد الله بن أمية وأبو إيه؟ أبو جهل. فقال له، قال له من اللي قال له يا عم؟ من اللي قال له يا عم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله؟ يعني لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق سوى الله. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني إيه كلمة أحاج لك بها عند الله؟ يعني إيه كلمة نذكرها حجة لك يوم القيامة، نذكرها حجة لك لك عند الله يوم القيامة. فقال له، قال له من اللي قال له؟ وأبو جهل. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني إيه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك ملة عبد المطلب؟ وهذا فيه دلالة عليه يا أولاد، على إن عبد المطلب مات على مين؟ مات على الكفر. فأعاد عليه النبي، أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد عليه إيه؟ قال نفس الكلام اللي هو أول مرة، اللي هو إيه؟ اللي هو قل يا عم، قل لا إيه؟ لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الإيه؟ عند الله. فقال له مرة أخرى، هم عادوا عليه مرة ثانية، عادوا عليه إيه بقى؟ قال له أترغب مطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فمات على مين؟ على الكفر. فقال النبي طيب يا أولاد حد، فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. الرسول قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. الرسول بيقول لأستغفرن لمين؟ لعمه مين؟ أبو طالب. ما لم أنهى عنك، هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يمنعه من الاستغفار لأبي طالب إلا مين؟ إلا إذا نهاه الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر، وهو ممن يستجيبون لأمر الله عز وجل. أعظم البشر استجابة، وأفضل البشر في البشر، وأسرع الناس استجابة للرب سبحانه وتعالى هو مين؟ هو الأنبياء، هم الأنبياء، هم الايه؟ الأنبياء. فالرسول بيقول أنا هنستغفر له إلا إذا مين؟ نهاني الله عز وجل عنه، إلا إذا نهاني الله عز وجل إيه؟ عن ذلك. فأنزل الله عز وجل وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. يعني ما ينفعش النبي ولا يجوز للنبي والذين آمنوا كمان أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب، حتى ولو كان أولي قربة، حتى ولو كان قريبك، حتى لو كان أبوك، حتى لو كان أمك، حتى لو كان بيعمل أعمال خير في الدنيا. طب أبو طالب كان بيعمل أعمال شر مع الرسول، فكان بيحوط الرسول، كان بيحمي الرسول، كان بيدافع على الرسول، وبالرغم من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جاء ربنا قال له وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى إيه؟ أولي قرب. فهذا الحديث يا أولاد يقطع وسائل الشرك بالرسول، فالذين يلجأون إلى الرسول ويستنجدون به مشركون فلا ينفعهم ذلك. ليه؟ لأنه إذا لم يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه، مع أنه قد قام معه قياما عظيما وناصره وآزره في دعوته، فكيف بغيره ممن يطلب المدد من غير الله وممن يتعلق بغير الله؟ إذا كان الرسول ما استغفرش لعمه اللي كان بيحوطه وبينصره، فكيف بغيره ممن يشرك بالله، ممن يطلب المدد من غير الله، ممن يطلب المدد من إيه؟ من غير الله. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني إنك، هذا خطاب لمن؟ إنك لا تهدي من أحببت، خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. لا تهدي من أحببت، المقصود بالهداية هنا من هداية هداية التوفيق. يعني يا محمد أنت مش بإيدك التوفيق، القلوب دي مش بإيدك يا محمد، هداية الناس للتوفيق والسداد مش بإيدك يا محمد، إنما بيد من فقط؟ بيد الله عز وجل. طيب أمال إيه الهداية في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ المقصود بالهداية هنا هداية الإرشاد
والبيان أو الدلالة، هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. فإن الدعوة إلى الله من الهداية، من هداية الدلالة والإرشاد. أنا مهدلك ومنرشدك للحق، لكن أنا بإيدي أن أنا خليك تقبل أو ما تقبلش. مين اللي بإيدي أن هو خليك تقبل ولا ما تقبلش؟ مين اللي بإيدي أن هو وفقك للهداية؟ الله عز وجل. فلما الواحد يدعو الناس وما يستجيبوش ليه، يعلم أن دي عمل العلي اللي هي هداية مين؟ الإرشاد. أما هداية التوفيق فهي لمن؟ لله عز وجل. ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، مقصود بالهداية هنا هداية مين؟ التوفيق. أما قول الله تعالى وإنك لا تهدي يا محمد، إنك يا محمد لا تهدي إلى صراط المستقيم، مقصود بها هداية الإرشاد والبيان. فديت لكل الناس، كل الناس. انت لما انا بنعلمك كده دي هداية دلالة وارشاد. اما انت تستجيب او ما تستجيبش دي بايد مين؟ الله. الله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، حد عارف فوائد من هذا الحديث؟ انا هداية التوفيق بيد الله عز وجل، وعدم اصحاب السوء، وعدم مصاحبة اصحاب السوء، اصحاب السوء، مصاحبة اصحاب الخير واتباعهم، لان مصاحبة الشر، اهل الشر والفساد كانت سببا في مين؟ في كفر ابو طالب. ايه الشاهد من الحديث اللي احنا قلناه؟ ايه اللي بيدلل على كلامك من الايه؟ ان عبد الله بن اميه وابو جهل يقولون لابو طالب ابلغ عن ملتنا مله اباك عبد المطلب. فترك مين؟ ومع ان ابو طالب اولاد كان يعلم ان دين محمد خير من خير اديان البريه دينا. حد حافظ ابيات شعر ابو طالب في كده؟ وعرضت دينا وقد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حزان وثبت لوجدتني صمحا بذلك مبينا. لوجدتني. مين اللي قال الكلام ده؟ ابو طالب هو اللي قال كده. ومع ذلك انه يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا المسبه او حذاري لولا الملامه. ماشي يا اولاد. ايضا فيه دلاله، ايضا حته ان هو اترغب عن مله عبد المطلب ايضا فيه فايده. ايه هي الفايده؟ الفايده احنا قلناها، الاباء، اتباع الاباء، اتباع عدم اتباع الاباء حتى لو حتى مضره تعظيم الاسلاف والاكابر. في بعض الناس يا اولاد يقول لك ايه؟ يقول لك انا ابويا بيعمل كده، وانا طلعت لقيت ابويا بيعمل كده، وطلعت لقيت امي بتعمل كده، وطلعت لقيت عيلتي بتعمل كده. ما ينفعش يعمل زي. ينفع؟ لا ما ينفعش. يبقى مضره تعظيم الاسلاف والاكابر اللي هو عيلتك. عيلتك ماشيه غلط تمشي غلط زيهم؟ لا. ابوك ماشي غلط تمشي غلط زيهم؟ لا. عيلتك بيعملوا افعال غلط ولا عندهم تقاليد غلط واخطاء، بيمنعوا المواريث، ما بيصلوش، بيطلبوا المدد من غير الله، بيعملوا اعمال غلط، نمشي وراهم؟ لا. ايه ودي سبب بسبب اتباع الاسلاف والاكابر. مات عبد المطلب على مبارك، مات ابو طالب على مله ايه؟ على مله الايه؟ الشرك يا اولاد، مله الايه؟ الشرك. ايضا قلنا في فوائد اخرى. ايه الفوائد الاخرى اللي احنا قلناها في الحديث، في الحديث؟ انه لا يجوز الاستغفار لمن؟ للمشركين ولو كانوا. وقلنا ان هناك شفاعه واحده للكفار لكافر واحد، هي مخصوصه بمين؟ ابو طالب. وهي للرسول صلى الله عليه وسلم ايه وحده. من هنا نعلم انه ينبغي علينا ان ندعو الله عز وجل، ونعلم ان الهدايه بيد من؟ بيد الله عز وجل. هدايه التوفيق والسداد بيد الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يحفظكم وان يبارك فيكم وان يهديكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحييكم على السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.